残杀日本人质，火烧约旦飞行员 ，ISIS 恶行不断升级，触怒全世界。يمثل خطرا أكبر بكثير من ما حصل مع طالبان. داعش بالتأكيد إنها تهديد للأنظمة في المنطقة أجمع. تهديد بالدرجة الأولى للعراق وسوريا. تهديد لكل دول الإقليم. تهديد للعالم أجمع. 在伊的中国员工安全如何保障？专访伊拉克驻华大使穆斯塔法。大家好，欢迎收看《风云对话》，我是曉田。恐怖组织 IS 的行径愈发残暴，甚至将火烧人质的过程拍成视频公布于众，这在全球范围内引起了极大的愤慨。而且看 IS 组织和宣传手段如此国际化、现代化，叫人不寒而栗。IS 组织到底是一个怎样的组织？为何在中东地区得以成长壮大？现在对地区乃至世界的安全威胁有多大？我们本期节目的嘉宾仍然是伊拉克驻中国大使穆斯塔法，给我们做了比较详尽的解读。极端组织 ISIS 本月四日通过网络发布的一份视频显示，去年十二月被俘的约旦飞行员卡萨斯贝已被烧死。约旦政府随后证实了视频的真实性，而就在不久前 ，ISIS 将两名日本人质残忍杀害，并扬言杀戮不会就此停止。根据美国国务院数据显示。ISIS 采取攻击造成的伤亡率比地球上任何其他恐怖组织都高。There are some analysis say that what ISIS is to Syria and Iraq is similar to what Taliban is to Afghanistan and Pakistan. Do you think it's correct? داعش بالتأكيد إنها تهديد للأنظمة في المنطقة أجمع. تهديد بالدرجة الأولى.للعراق وسوريا تهديد لكل دول الإقليم تهديد للعالم أجمع المقارنة بين داعش وطالبان هنالك أوجه تشابه بين الاثنين الاثنين يتبنون تفسيرا راديكاليا متطرفا للإسلام الاثنين يتبعون نفس النهج الذي لا يعترف بالآخر نفس النهج الذي يكفر المسلمين الآخرين الذين لا يلتزمون بما يلتزمونهم به الاثنان يستعملون نفس الأساليب الوحشية في التعامل مع المدنيين الاثنان يستهدفون المدنيينقبل أن يستهدفون العسكريين ولكن إذا رغبنا بالاستمرار بالمقارنة فإن داعش يشكل تهديدا أكبر من طالبان طالبان كان ينمو في منطقة نسبيا بعيدة عن الشرق الأوسط بعيدة عن الدول الأوروبية طالبان كان يستجذب ومعظم أفراده كانواأما من أفغانستان أو من باكستان وكان عدد المقاتلين الأجانب محدودا بين طالبان بينما نرى أن الوضع في مع داعش الصورة تختلف داعش الآن يتمركز في منطقة حساسة من الشرق الأوسط المنطقة التي هي أساسا منطقة ملتهبةداعش الآن يجتذب آلاف من المقاتلين الأوروبيين مع الأسف في الأيام الأخيرة الماضية صرح وزير الداخلية الفرنسي بأن أكثر من 1400 شخص من حملة الجنسية الفرنسية موجودين ضمن صفوف هذا التنظيم الإرهابيهناك الآلاف الآخرين من حملة الجنسيات الأوروبية الألمان والبلجيكيين والبريطانيين الخوف من وجود الآلاف الأعداد الكبيرة من هؤلاء الأوروبيين من حملة الجنسية الأوروبية وحصولهم على تدريب مع الأسف إذا صح التعبير تدريب قتالي تدريب إرهابي الخوف من عودة هؤلاء إلى أوروبالا أحد يتوقع كيف تكون الصورة عليه عندما يعود
هؤلاء الذين تمرسوا على القتل وعلى استهداف الآمنين بطرق بشعة عندما يعود هؤلاء إلى دولهم الأوروبية ما هي الصورة؟ لذلك فإن خطر داعش يمثل خطراً أكبر بكثير من ما حصل مع طالبان. في ISIS 活动频繁的伊拉克境内，局势正暗涌迭起。 在这场与 ISIS 相抗衡的战争中，伊拉克拥有两支战斗力量，一支是伊拉克政府军，另一支是库尔德武装。Some reports have said that when Kurdistan was confronted with the threats by ISIS, it was the Kurds themselves fighting against instead of the Iraqi army. Was it true? Kurdistan هو إقليم ضمن الجمهورية العراقية وإقليم أسس على أساس دستوري عراقي وفي كردستان في إقليم كردستان هنالك قوات للدفاع عن الإقليم تسمى بالبيشمركة مهمتها الدفاع عن أمن الإقليم وهذه القوات تعمل بالتنسيق التام الآن مع الجيش العراقي بالتأكيد المنطقة الجغرافية التي استهدفت بداية من قبل داعش كانت منطقة محاذية إلى إقليم كردستان وعليه فكان المقاتلين الأكراد البيشمركة هم الذين تصدوا بداية لداعش ولكن الآن هنالك تنسيق جيد جدا وعمل مشترك دائم بين قوات الحكومة المركزية الجيش الاتحادي وقوات البيشمركة التي هي مسؤولة عن الدفاع عن أمن إقليم كردستان وبالتأكيد الطرفين الجيش الاتحادي والقوات التي تسمى حاليا في العراق الحشد الشعبي القوات الشعبية وقوات إقليم كردستان البيشمركة كل هذه التشكيلات تتعاون مع التحالف الدولي الذي شكل أخيرا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والذي يضم بحدود 60 دولة يتعاونون جميعا في قتال داعش ومحاولة القضاء عليه. So when it comes to fighting against terrorism, I wonder what kind of cooperation Iraq is having with China. We know that China didn't join the US-led coalition against ISIS, but is China in any way backing Iraq in this field at all? كما ذكرت أن الإرهاب لا حدود له وعليه فإن التصدي لهذا الإرهاب أيضا يجب أن يأخذ نفس المنحة أيضا يتم بالتعاون بين قوى الخيرة في العالم الصين مهتمة في هذا الموضوع باعتبار أن الصين أيضا تعاني نسبيا من شيء يشبه ما يحصل من التصدي للمجموعات المتطرفة المجموعات التي تتبنى فكرا يشابه الفكر التي تتبناه داعش والمجموعات الإرهابية التي تستند على تفسير خاطئ للإسلام فخامة الرئيس شي جين بينغ صرح أكثر من مرة بأن الصين تدعم الحكومة العراقية ومهتمة في محاربة الفكر المتطرف والإرهاب وهنالك تعاون جيد ما بين الحكومة العراقية والحكومة الصينية في المجالات التي تعني بمحاربة الإرهاب المؤتمر الأخير الذي حصل الذي يسمى اختصارا السيكا المؤتمر الذي حصل في شنغهاي مؤتمر التعاون وبناء الثقة في آسيا ركز على مسألة التعاون بين الدول الأعضاء في هذا التشكيل في محاربة الفكر المتطرف والإرهاب هنالك تعاون عسكري جيد بين العراق وجمهورية الصين الشعبية تعاون تسليحي هنالك تعاون
على كافة المجالات في مجال محاربة مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب.是在采访里告诉我们说 IS 组织在过去2003到2005年的时候呢，还是一个很小规模的恐怖组织，而现在不仅控制了大片土地，还有了独立的经济来源。其实另外也有消息说，很多前往 IS 控制区参加伊斯兰国组织的年轻人一开始是冲着发石油财去的，去了才知道要干的事情远不止开发石油。而实际上现在在伊拉克境内还有另一股独立的力量，同样也控制着油田，那就是库尔德人。大使在采访里反复强调，库尔德斯坦地区是伊拉克的一部分。库尔德斯坦位于西亚北部，占地约40万平方公里，其范围包括土耳其东南部、伊拉克北部和伊朗西部若干地区，以及叙利亚和亚美尼亚的一小部分。库尔德斯坦地区约有3000多万人口，分布在土耳其、伊朗、伊拉克和叙利亚等国。自2005年萨达姆政权被推翻后，库尔德斯坦掌握了对自治区境内油田的控制权。去年5月，土耳其开始从库尔德斯坦自治区出口石油，供应国际市场。伊拉克中央政府担心，占全国石油产量60%的库尔德斯坦地区会利用石油进一步搞分离，并要求独立。Then I wonder how is Iraqi government is going to deal with the Kurdistan, and we know that.Turkish, they have already purchased the oil from Kurdistan directly. So, Kurdistan جزء من الحكومة العراقية. كما ذكرت في الإجابة على السؤال السابق، إن الدستور العراقي أقر بمبدأ الدولة الفيدرالية الاتحادية، وكردستان هو إقليم ضمن.الدولة الاتحادية العراقية مثل باقي المحافظات العراقية وعليه كردستان هو تشكيل سياسي موجود ضمن إطار الدستور العراقي ما حصل أخيرا في السنة الماضية عندما حاول الإقليم أن يصدر النفطبشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية كان بسبب خلاف في تفسير المادة الدستورية التي تتعامل مع النفط العراقي وعندما تشكلت الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الأخيرة في سبتمبر الماضي حصل اتفاق بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في إقليم كردستان حولآلية التعاون بشأن تصدير النفط الخام المنتج في إقليم كردستان والذي بالنتيجة هو لا يختلف كثيرا عن النفط الخام المنتج في مناطق العراق الأخرى على أساس أن الدستور ينص في أحد مواده بأن النفط والغاز هو ملك للشعب العراقي كلهوتصدير النفط والغاز يتم بشكل اتحادي وواردات النفط والغاز تدخل إلى الخزينة المركزية وبعد ذلك توزع على الأقاليم والمحافظات العراقية الآن في الميزانية الحالية سوف تبلغ حصة إقليم كردستان من الميزانية 17%تدفع من قبل الحكومة الاتحادية فهنالك أسس دستورية يتم على أساسها التعامل مع الثروات النفطية والغازية في العراق وعندما يحصل خلاف بين الحكومة المركزية الحكومة الاتحادية إذا صح التعبير وأحد الحكومات المحلية أو حكومة إقليم كردستان يتم الرجوع بشأنه إلى الدستور العراقي.
近年来，约有10000多名中国员工陆续前往伊拉克，其中大部分与中国的石油公司签订劳动合同。除此之外，伊拉克的电力、基建等项目也吸引来众多中国企业。中国在伊拉克的投资金额已达到数十亿美元，而持续动荡的伊拉克局势开始让那些进驻伊拉克的中国企业重新审视自己拿到的究竟是一个金蛋还是一颗炸弹。 So how is the security situation in Iraq in general? And we know that the Chinese companies have invested in some oil fields in Iraq. So are they safe enough at this moment?الوضع الأمني في العراق ممكن تقسيمه إذا صح التعبير إلى يعني 3 مناطق. هنالك مع الأسف جزء الآن فيه تواجد كبير لداعش وهنالك حرب إذا صح التعبير قائمة بين.قوات الحكومة الاتحادية والحشد الشعبي وقوات البيشمركة كما ذكرت وهذه المجموعات الإرهابية فهذه منطقة إذا صح التعبير منطقة عمليات حربية عدا هذه المنطقة المنطقة الواقعة من بغداد إلى جنوب العراق والتي تشكل أكثر من 40% أو 50% من مساحة العراقنسبيا الوضع أمني الوضع الأمني مستتب فيها والوضع الأمني مسيطر عليه بشكل جيد من قبل قوات الحكومة الاتحادية والمنطقة الثالثة منطقة إقليم كردستان والتي تنعم بوضع أمني جيد أيضا مسيطر عليها من قبل قوات البيشمركة التي كما ذكرت هي قوات مسلحة معنية بالدفاع عن الإقليموالوضع الأمني مستتب فيها الشركات الصينية معظمها بل كلها متواجد أما في منطقة جنوب العراق كما ذكرت من بغداد إلى جنوب العراق أو في منطقة إقليم كردستان لدينا حاليا بحدود 15,000 عامل صيني يعملون بشكل آمنيعملون في مجال حقول النفط يعملون في محطات الطاقة محطات إنتاج الكهرباء يعملون في مشاريع البنى التحتية في إقليم كردستان في وسط وجنوب العراق ولله الحمد لم يحصل لدينا أي مؤشر أمني سلبي بخصوص العمال الصينيين حصل في بدايةالاضطرابات وبداية ظهور داعش في العراق في الشهر السادس من السنة الماضية أن عدد من العمال الصينيين كان يتواجد في منطقة قريبة من المنطقة التي يتواجد فيها داعش بحدود 1200 عامل صيني يعملون في شركة CMEC في محطة كهرباء صلاح الدينوقد تم إخلاء هذا العدد من العمال الصينيين بشكل آمن وبشكل سلس من المنطقة إلى بغداد ومن ثم رجع البعض من عندهم إلى الصين ولا زال هنالك مراقبة مستمرة لمنطقة عمل هؤلاء العمال الصينيين أقصد محطة كهرباء صلاح الدين ومن الممكن أن يعودون إلى المنطقة بعد أنتسيطر قوات الأمن على هذه المنطقة فبالعموم أنا أستطيع أن أقول أن المناطق التي يعمل فيها العمال والمهندسين الصينيين هي آمنة نسبيا ولم يحصل لدينا أي مؤشر سلبي على الوضع الأمني الذي يخص العمال الصينيين How do you think the future of Iraq?And how do you think the future of the cooperation between China and Iraq could be in economic fields or political fields or educational or cultural? بالتأكيد أن أفق التعاون بين العراق وجمهورية الصين الشعبية هي أفق واسعة تغطي كافة المجالات ليس فقط في المجال الاقتصادي وإنما أيضا في المجال الأمني كما ذكرت
وفي المجال الثقافي في مجال التبادل الإنساني بشكل عام رسميا حكوميا هنالك علاقات مبنية على أساس احترام استقلالية وسيادة الآخر لم يؤشر لدينا أي تدخل سلبي من قبل الحكومة الصينية في الشأن العراقي بل كل التدخلات كانت تدخلات إيجابية في سبيل تنمية وتطوير الاقتصاد العراقي بالنتيجة هنالك أفق واسعة للتعاون بين الصين والعراق هنالك تكامل جيد بين السوق العراقية والصينية وكل هذه مؤشرات طيبة إلى مستقبل واعد 和伊拉克大使的采访分上下两集到这里就播完了。其实采访实际进行的时间稍早于近来 IS 组织连续处决人质的事件 在采访的时候还没有能够通过视频眼见 IS 的手段如此之血腥甚至是触目惊心。有媒体评论说 IS 是用现代的科技实施着中世纪的残暴。 那现在的约旦呢，已经是报复性的处决了 IS 方面想要换回的人质，会不会引发其他的恶性事件？一个已经成为世界公敌的组织，为什么就可以如此逍遥？那这些都是我们在今后的访谈中要继续挖掘探讨的内容。感谢收看本期节目，我们下周见。